السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتعرف على اهم العناصر الغذائيه اللي بتنقص في جسم مريض السكر بسبب ارتفاع السكر بصفه مستمره وعدم ضبط سكر الدم، ونفس العناصر الغذائيه دي بتنقص في جسمنا كلنا بسبب الافراط في تناول السكريات. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. يا ترى ايه هي العناصر دي وليه بتنقص في جسمنا، وايه اعراض نقصها عشان نخلي بالنا، وازاي نتجنب نقص هذه العناصر الغذائيه المهمه قوي بالنسبه لنا كلنا؟ اول عنصر بينقص في جسمنا وهو نقص فيتامين سي. فيتامين سي بينقص في جسمنا نتيجة ارتفاع سكر الدم لمرضى السكر، نتيجة عدم ضبط سكر الدم أو نتيجة الإفراط في تناول السكريات. ده بيقلل من امتصاص فيتامين سي، فلما فيتامين سي بيقل في الجسم بيخلينا أكثر عرضة للسرطان، أكثر عرضة للاكتئاب، أكثر عرضة للأمراض المزمنة، أكثر عرضة للشيخوخة، لأن فيتامين سي له دور مهم جدا في تكوين الكولاجين اللي هو مسؤول عن شد الجلد والحماية من التجاعيد، وفي نفس الوقت المسؤول عن حماية المفاصل والحماية من خشونة المفاصل. فيتامين سي لما بينقص كمان في جسمنا بصورة كبيرة قوي بيخلي المرضى اللي هم عندهم نقص فيتامين سي بيخليهم أكثر عرضة لنزيف اللثة، أكثر عرضة لنزيف الأنف، بيخلي كمان السيدات والبنات الدورة بتاعتهم تبقى غزيرة شوية، وده كمان أيضا بيبقى مصاحب بنقص فيتامين كي. فعشان كده أي حد عنده عرض من الأعراض اللي أنا قلتها لازم يخلي باله ويعرف إن هو ممكن يكون بيتناول نسبة سكر كتيرة قوي منعت امتصاص فيتامين سي وأدت إلى هذه الأعراض. أيضا من ضمن العناصر الغذائية المهمة قوي اللي بتنقص في جسمنا نتيجة ارتفاع سكر الدم وهو نقص فيتامين دال أو نقص فيتامين دي. فيتامين دي مسؤول عن 2000 وظيفة في جسمنا، وبينقص في جسمنا نتيجة ارتفاع سكر الدم لأن ارتفاع سكر الدم بيقلل من امتصاص فيتامين دال. فيتامين دال لما بيقل في الجسم بنحس بأعراض معينة، بنحس بألم في أسفل الظهر من الخلف، وألم في العضلات، وألم في العظام، والمود بتاعنا كده يميل شوية للاكتئاب، ونحس كده بشعور بالتعب والإرهاق بصفة مستمرة، ولو وقفنا شوية نعمل حاجة نحس إن إحنا تعبانين. أيضا نقص فيتامين دال بيقلل من امتصاص الكالسيوم، ولما الكالسيوم امتصاصه يقل بيخلي الناس الكبيرة كلها أكثر عرضة لهشاشة العظام، والأطفال بيخليهم أكثر عرضة للين العظام وأكثر عرضة لقصر القامة. عشان كده مهم جدا نخلي بالنا من السكر كحاجة فعلا مدمرة للجسم كله، وهو بيسمى فعلا بالقاتل الصامت. ايضا من ضمن الاغذيه اللي بتقل في جسمنا لما سكر الدم يرتفع سواء بالنسبه لمريض السكر او بالنسبه للناس العاديه اللي بتفرط في تناول السكريات، وهو نقص عنصر الكالسيوم. الكالسيوم مهم لجسمنا لانه بيساعد على بناء العظام، وله كمان دور كبير في جسمنا كله، فنقص الكالسيوم بيقل في جسمنا ليه؟ بسبب ارتفاع السكر. ارتفاع السكر بيؤدي الى طرد الكالسيوم من الدم، وبيمنع امتصاص الكالسيوم وطرد الكالسيوم من الدم، وفي نفس الوقت نقص فيتامين دي دال او نقص فيتامين دي بسبب ارتفاع السكر بيقلل من امتصاص الكالسيوم، فبيقل الكالسيوم في الجسم. الكالسيوم لما يقل في الجسم بيعمل الاطفال لين عظام، وبيخليهم اكثر عرضه لقصر القامه لان هو له دور مهم جدا في بناء العظام، وبالنسبه للكبار بيخليهم اكثر عرضه لهشاشه العظام. ايضا من العناصر المهمه قوي اللي بتنقص في الجسم نتيجه ارتفاع سكر الدم وهو عنصر الكروميوم. والكروميوم ده مسؤول عن التحكم في سكر الدم، له دور مهم جدا في التحكم في سكر الدم والوقايه من مرض السكر وعلاج مرض السكر. وبيقل الكروميوم في الجسم نتيجه ارتفاع سكر الدم لان سكر الدم لما بيترفع بيقلل من امتصاص الكروميوم وبيطرد الكروميوم من الجسم، وده يعني ده يثبت قد ايه الكروميوم ده مفيد لجسمنا. وهقول لكم حاجه فعلا يعني خلال شغلي لاحظتها بالنسبه للكروميوم، المرضى اللي هم في مرحله مقاومه الانسولين والمرضى في مرحله ما قبل السكري كلهم لما بنديهم مكملات الكروميوم مع التزامهم بنظام غذائي صحي لمده 6 شهور بلاحظ ان حساسيه الانسولين في الدم بتتحسن،
والناس دول بيخفوا من مقاومة الإنسولين وبيخلصوا خالص من مرحلة وبيبعدوا خالص عن السكر وبيبعدوا عن مرحلة ما قبل السكري. ده يبين قد إيه الكروميوم ده عنصر مهم وإحنا بنخسره لما سكر الدم بيترفع، سواء بالنسبة لمريض السكر نتيجة عدم ضبط سكر الدم أو سواء لينا كلنا نتيجة الإفراط في تناول السكريات. طيب العناصر من العناصر المهمة أيضا اللي بتنقص في جسمنا نتيجة ارتفاع سكر الدم وهو المغنيسيوم. المغنيسيوم زي ما ذكرت في فيديو سابق يعني نقصه بيخلينا أكثر عرضة لأكثر من 22 مرض. المغنيسيوم له دور مهم جدا في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب وله دور مهم جدا في بناء العظام، فعشان كده نقص المغنيسيوم بيعمل لنا مشاكل صحية كبيرة قوي. طب ليه بينقص المغنيسيوم في جسمنا؟ بينقص في جسمنا نتيجة ارتفاع سكر الدم. ارتفاع سكر الدم أيضا بيقلل من امتصاص المغنيسيوم وبيطرد المغنيسيوم من الجسم، وبالتالي بيظهر علينا أعراض نقص المغنيسيوم. وأعراض نقص المغنيسيوم مش بس تقلص في العضلات، تنوجات في العضلات، أعراض نقص المغنيسيوم أيضا بيأثر على بناء العظام كما ذكرت دلوقتي حالا، لأن له دور مهم جدا في بناء العظام. فبالنسبة للأطفال بيخليهم أكثر عرضة للين العظام، أكثر عرضة لقصر الرقامة، والكبار بيخليهم أكثر عرضة لهشاشة العظام. وده يفسر أن نسبة كبيرة من كبار السن عندهم هشاشة عظام على الرغم أنهم بيتناولوا الكالسيوم وفيتامين د، وده دراسات أثبتت أن ناس كبيرة في السن 70% منهم أو أكتر عندهم نقص في المغنيسيوم، والسبب الأساسي هو الإفراط في تناول السكريات. عشان كده مهم جدا نخلي بالنا من السكريات، بالنسبة لمريض السكر لازم يتجنبها على قد ما يقدر، بالنسبة لينا كلنا أيضا يجب أن نتجنبها على قد ما نقدر، لأن السكر يسمى القاتل الصامت. وفعلا زيادة السكر في الدم وارتفاع سكر الدم نتيجة الإفراط في تناول السكريات لمريض السكر ولينا كلنا بتخلينا أكثر عرضة لنقص عناصر غذائية مفيدة قوي ومهمة جدا لجسمنا، وبتخلينا أكثر عرضة للأمراض المزمنة كما ذكرت. طيب مرضى السكر ازاي يظبط سكر الدم بتاعهم؟ انا تناولت مرضى السكر في كذا فيديو علمتكم ايه هي افضل النصايح التي يجب ان تحرصوا عليها، افضل المكملات التي تحرصوا عليها، افضل نظام غذائي صحي، افضل اعشاب تساعد على ضبط سكر الدم، افضل المشروبات اللي تساعد على ضبط سكر الدم. لو عملتوا باللي انا قلته في الفيديوهات السابقه مع تناولكم الادويه بتاعتكم بانتظام، ده هيساعدكم على ضبط سكر الدم وعدم ارتفاع سكر الدم، والاستفاده من فيتامين سي اللي انتم بتتناولوه سواء كغذاء او مكملات وفي نفس الوقت ما يحصلش نقص العناصر الغذائيه تانية. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.